بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا هذه فورد فيتيك، فورد فيتيك 1.8 يعني 1.8 لتر 16 فالف نتاع فورد مونديو. يمشي فورد مونديو، يمشي بعض الفوردوات اخرين اللي هم يعني هم هذا 1.8. هذه الشمعات نتاعو في النص، اربع شمعات عند البوبينه هنا بالجنب، بوبينه بالجنب. هذا بلف التبخير نتاعو، هذا بلف التبخير، هذا مصب الزيت. هذا من هنا من جهه هذه يخرج الدخان من هنا الشكمو. هذا حساس، هذا حساس الشكمو، حساس المدخنه. هذا من هنا المكيف، هذه بومب الباور او الاسيستي يعني نتاع السكاتولا نتاع الدراوليك نتاع تاع الكريمير. من امام نشوفوا الكروا نتاعو كيفاش ماشيه، نشوفوا الكروا. شوفوا هذه السبته او الكروا نتاع الفورد مونديو بنزينه، شوفوها كيفاش تمشي يعني واضحه باش على الاقل اللي يستحق لها يستفاد بها. عندنا من هنا اللي هي الكروا، معنا تحت منها هذه كاتينة الشان كاتينة. عندنا هذا طبعا الدينامو، هذه المكيف، هذا الباور، هذه مضخة الماء، وهذه الولي نتاع الفيلبروكان. عندنا من هذه الجهة هذه عندنا كولكتر، عندنا الفراشة كوربابيون. عندنا من هنا علبة السرعة واللي يخرج من الدخان من الشكمو من تحت، عندنا علبة السرعة، هذه علبة السرعة نتاعها. علبة السرعة مضخة نتاع الدبرياج. البوبينة طبعا الحساس نتاع الرقم، هذا يجي هنا الحساس نتاع الرقم، هذا حساس الرقم، ومن هنا يجي حساس باش حساس نتاع الكل نتاع البيبوكا او حساس نتاع الديماراج. هذا وهذه حساس البيبوكا. هذه الفيشه اللي تمشي للكارطه، تمشي الكالكيلاتر، تمشي الكمبيوتر نتاع السياره. هذا الدمرير او الستارتر، هذا الستارتر اوتوماتيك يعني هذا الحساس نتاع الستارتر اوتوماتيك. هذا الستارتر يعني المارش الدمرير. هذا مكان، هذا مكان الترمستا طبعا، وحده حساس الحراره يبدا الترمستا، مكان الترمستا وحساس الحراره. عندنا من هذه الجهه هذه عندنا كولكتر، عندنا الفراشه كوربابيون. عندنا من هنا علبه السرعه واللي يخرج من الدخان من الشكمو من تحت، عندنا علبه السرعه، هذه علبه السرعه نتاعها. علبه السرعه مضخه نتاع الدبرياج. البوبينه طبعا الحساس نتاع الرقم، هذا يجي هنا الحساس نتاع الرقم، هذا حساس الرقم، ومن هنا يجي حساس باش حساس نتاع الكل نتاع البيبوكا او حساس نتاع الديماراج. هذا يعني واضحه باش على الاقل اللي يستحق لها يستفاد بها. عندنا من هنا اللي هي الكروا،
معنا تحت منها هذه كاتينة الشين كاتينة. عندنا هذا طبعا الدينامو، هذه المكيف، هذا الباور، هذه مضخة الماء، وهذه الولي نتاع البركاع. عندنا من هذه الجهة هذه عندنا كولكتر، عندنا الفراشة كوربابيون، عندنا من هنا علبة السرعة واللي يخرج من الدخان من الشكمو من تحت، عندنا علبة السرعة، هذه علبة السرعة نتاعها. علبة السرعة مضخة نتاع الدبرياج، البوبينة، طبعا الحساس نتاع الرقم هذا يجي هنا، الحساس نتاع الرقم هذا حساس الرقم، ومن هنا يجي حساس ال باش حساس نتاع الكل نتاع البوكا، هو حساس نتاع الديماراج هذا، وهذه حساس الربكا. هذه الحاجات الموجودة في الموتور الفورد، هذه فورد 1.8 بنزينة، هذه كرمون يخرج من هنا، هذه فلتر زيت من هنا، حساس الزيت جنب الفلتر، ديما نقول في جنب الفلتر أساس الزيت. هذوما البخاخات هنا يجيو لداخل، أربع بخاخات، هنا أربع سلندر، هو أربع بخاخات، أربع بخاخات هنا. هذا مكان، هذا مكان الترمستا طبعا، وحدها حساس الحرارة يبدا الترمستا، مكان الترمستا وحساس الحرارة.